استنى دور للاتحاد الافريقي تاني في الفتره الجايه؟ والله احنا منفتحين على كل الادوار، يعني اللي بيقدم مبادره احنا منفتحين، احنا مش ضد بنى السدود، ولكن احنا ضد عدم الاتفاق على ملء وتشغيل السدود. ده بالنسبه لنا، وفي تجارب لينا بتثبت ان احنا يعني ندعم التنميه. يعني مثلا خزان اوين دوت احنا ساهمنا في بناء قبل بناء السد العالي بعشر سنين، تمام. فده مشروع احنا مصر ساهمت فيه. وممكن ناس يقول لك الله، ما احنا كنا اولى الفلوس دي نصرفها في مصر ونبني سد. لا، احنا بنينا في سد اوين قبل السد العالي بعشر سنين، وده دليل ان احنا بنسعى للتنميه طالما في توافق بين الدول وما فيش اضرار، بل بالعكس احنا بندعم الكلام ده، واحنا ساهمنا ماليا في بناء سد اوين. في سدود كتيرة اتبنت على النيل، يعني في حوالي 15 سد من سدود كبيرة وسدود صغيرة، تمت باتفاقات وبدراسات احنا لقينا ان هي التأثير بتاعها ممكن نمتصه، بس لازما عشان ندعم التنمية في دول حوض النيل احنا ما اعترضناش عليها. بس فاحنا في انفتاح عندنا في التعامل مع السدود، مع المبادرات اللي هي بيطرحها أي طرف. أهم حاجة بقى في نوع من الإرادة السياسية عند كل الأطراف، وإحنا أكدنا أكتر من مرة أن الإرادة السياسية في مصر والقدرة على اتخاذ القرار موجودة. نأمل في الأطراف الأخرى أنه هي عندها نفس الإرادة ونفس القدرة على اتخاذ القرار. سيادة الرئيس، الحقيقة لما تكلم أنه مفيش نقطة مية هتنقص من مصر، الكلام ده اتحقق بالفعل. حتى في الملء الثاني للسد اللي عملوه بإرادة منفردة شفنا ده. هما دلوقتي بيتكلموا في فبراير عن ملء ثالث، هل ده ممكن يحصل في فبراير؟ لا، فبراير مش هيحصل ملء ثالث، لا لا، بدري على كده. مجرد كلام؟ لا لا، ما منفعش في فبراير. يعني نعمل انه قبل ما يبداوا الملء الثالث نكون بدانا مفاوضات جاده وبساف. ربنا يسهل، ربنا يسهل. يعني احنا كل الـ يعني الـ الوسائل للتعامل مع المشكلة والانفتاح على الحلول والتفاوض موجودة في مصر. حضرتك اتكلمت كمان ان احنا بنرحب حتى لو الأمم المتحدة عايزة يبقى لها دور، اي جهة في العالم احنا بنرحب. احنا منفتحين، بس اهم حاجة يبقى فيه زي ما قلت إرادة سياسية، ويبقى فيه قدرة على اتخاذ القرار زي ما احنا عندنا القدرة ديت. أنا يمكن اتكلمت في الموضوع ده لأنه الموضوع ده تحديدا كتائب الإخوان وكتائب الإرهاب بيحاولوا على السوشيال ميديا طول الوقت يشككوا في الدولة المصرية، ويشككوا في قدرة الدولة المصرية على أنها تحمي موارد شعبها، مع أن احنا على الأرض وفي الحقيقة ما فيش نقطة مية نقصت من موارد شعبها. نقدر نطمن الشعب ونقول أن ما فيش نقطة مية إن شاء الله كمان هتنقص؟ لا، أنا حاضر أقول أن الدولة المصرية، وده أنا قلتها في أكثر من مناسبة، لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر.